أعوذ بالله، تقتل المصلين مجتمعين في صلاة جمعة يسبحون الله ويعظمونه، وتقول أنا أتقرب إلى الله بهذا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قال الله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يا جماعة، وصلنا لهذه المرحلة. بيوت الله التي المفترض الخائف يأوي إليها ليأمن، والمضطرب يدخلها ليرتاح، التي تعمر بالقرآن والذكر، نصل إلى مرحلة نضطر لحماية المصلين أن يقف الجنود بأسلحتهم عند أبواب المساجد يحموننا. أي فجور وصل إليه بعض شبابنا، أي فجور. والله مررنا بكنائس في الخارج ما وجدنا عند أبوابها عساكر بأسلحتهم، مررنا في الخارج بمعابد البوذيين وعباد البقر، والله ما رأينا عساكر بأسلحتهم. أن يكيد الفجرة والكفرة لشبابنا حتى يفسد عقولهم ويجعلوهم يكفرون اللي في المسجد حتى تضطر الدولة أن تحميهم بالسلاح، هذه مصيبة والله نزلت على الأمة. صلى الله أن يصلح الحال. وأنا والله يسجل شكري لهؤلاء الرجال، رجال الأمن. لو جاء أحد ليصيبنا بشيء، أول من يتضرر الرجل البطل اللي واقف عند الباب بسلاحه يحمينا. هل تتوقع أنه لو رآه بفجر أبعد وقال لا أهم شيء أنا أبقى حي؟ ها هم ترونهم عند الأبواب يحمونكم، وهو يعلم يقينا، أنا أجزم أن العسكر اللي عند الأبواب أن قبل ما يطلع للمسجد ودع أولاده وقبلهم وهو يقول ربما هذه القبلة الأخيرة، مع السلامة، ما أدري ماذا يحصل لي اليوم. فلهم والله منا الدعاء. لئن كان عسكر آخرون في بلدان أخرى يقفون حرسا على بارات وبيوت دعارة، فيحق لكم أيها الجنود أن تفخروا أنكم تقفون على بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.